السلام عليكم. مثل استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الحدث الأبرز خارجيا خلال العام الأول من حكم الرئيس جو بايدن، ووصف معلقون سقوط كابول بأنه حدث تاريخي يشبه الانسحاب المهم من فيتنام بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكي بايدن، ورآها البعض بأنها تماثل لحظة تأميم قناة السويس عام 1956، وهي الأزمة التي ارتبطت ببداية انحدار قوة بريطانيا العالمية ومقارنتها بما يمكن أن تؤول إليه علاقة واشنطن بحلفائها في غرب أوروبا وشرق آسيا، في الوقت الذي اعتبر فيه كثير من المعلقين الأمريكيين أن انسحاب قوات بلادهم باتفاق مع طالبان يمثل هزيمة كبرى لواشنطن بعد الفشل في تحقيق أهداف وجودهم. لم ترحب دوائر أمريكية بنتائج الانسحاب الكامل من أفغانستان، لا سيما بعدما سيطرت حركة طالبان على كامل التراب الأفغاني. تشير دراسة صدرت عن مبادرة تكلفة الحرب، وهي مشروع بحثي مشترك بين جامعتي براون وبوسطن الأمريكيتين، إلى أن تكلفة الحرب في أفغانستان تخطت التريليون دولار، إضافة إلى مقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي و3943 متعاقدا حكوميا منذ بدء القتال نهاية عام 2001 وحتى توقيع اتفاق السلام بين حركة طالبان وإدارة ترامب في نهاية شهر فبراير عام 2020. ونشر البيت الأبيض وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن، جاء فيها إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنخرط ولن تشارك في حروب إلى الأبد كلفت آلاف الأرواح وتريليونات الدولارات، وسنعمل على إنهاء أطول حرب تشنها أمريكا في أفغانستان على نحو مسؤول، مع ضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للهجمات ضد الولايات المتحدة. ومهد ذلك لإكمال الرئيس بايدن ما بدأه ترامب من تفاوض بغرض الانسحاب الكامل من أفغانستان. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات: كيف استردت حركة طالبان كابول وسيطرت مرة أخرى على كامل الأراضي الأفغانية؟ كيف استطاعت حركة طالبان بإمكانياتها المتواضعة من إسقاط المارد الأمريكي وإعلان انسحابه من أفغانستان؟ وما هي الضمانات من ألا تصبح أفغانستان ملاذا للهجمات كما وصفوها الإرهابية ضد الولايات المتحدة مرة أخرى كالتي حدثت في سبتمبر عام 2001؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان 3 أعوام على دحر الاحتلال الأمريكي من أفغانستان. سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الباحث في الشأن الأفغاني نصرة الله ظهير أمين. أستاذ نصرة الله، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، شرفتمونا في قناة الرافدين، حياكم الله. وسيكون معنا عبر سكايب الباحث في الشأن الأفغاني الدكتور حميد الله جويا. دكتور حميد، حياكم الله، مرحبا بكم، حياك الله. وأيضا عبر سكايب الأكاديمي والباحث في شؤون شبه القارة الهندية الدكتور محمد إبراهيم خليل الطوخي. دكتور طوخي، حياكم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله وبياكم. إذن ضيوفنا مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. إذن نبحث هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب 3 أعوام على دحر الاحتلال الأمريكي من أفغانستان. أرحب بضيوفنا مرة أخرى، أبدأ معكم أستاذ نصرة الله. مسألة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يعني مثل هذا الحدث هو الأبرز خارجيا خلال العام الأول من حكم الرئيس جو بايدن،
معلقون من الولايات المتحدة وصفوا سيطرة طالبان على العاصمة كابول بأنها تشبه الانسحاب المهين والمذل للولايات المتحدة من أفغانستان. ما دقة هذه المقاربة وهذا التشبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللضيوف الكرام وكذلك للمشاهدين الأعزاء. بالنسبة لخروج أمريكا، من الأفضل أن نقول إخراج أمريكا. أمريكا لم تخرج من أفغانستان بميلها، بل أخرج من أفغانستان بعدما احتلت أفغانستان لمدة 20 سنة، واستخدمت أفغانستان لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية، ولم تفعل أي شيء إيجابي في أفغانستان. وجميع المشاكل، الحروب والمشاكل التي عانت أفغانستان والشعب الأفغاني وكما يعاني الأفغان حتى الآن، سببها هذا الاحتلال الأمريكي. لا شك الأفغان والشعب الأفغاني في تاريخهم لم يقبلوا أي احتلال، وتاريخهم في 100 سنة الأخيرة، في القرن الأخير واضح، قاوموا 3 احتلالات بريطانية، سوفيتية وأمريكية. والنتيجة بالنسبة للثلاثة كانت واحدة، إخراج الاحتلال. ولا شك أمريكا خرجت من أفغانستان بشكل مهين، وما كانت تريد أن تخرج من أفغانستان بهذا الشكل. يعني لا شك أنها خسرت سمعتها في بمستوى العالم، وهذا يعني يعتبر نوعا ما الإهانة، أو يعني خسارة السمعة في مستوى العالم. ولكن أمريكا خاصة كما أشرتم أن جو بايدن قرر بأن تنسحب أمريكا من أفغانستان بعدما تولى الحكم. يعني هذا الانسحاب لم يأتي فجأة أو مرة واحدة، بل كما يعني الذين يتابعون الأحداث في أفغانستان وخاصة هذه القضية والقضية الأفغانية يعرفون أن أمريكا يعني أول مرة أدركت أن هي فاشلة في حربها في أفغانستان في 2007. يعني هذه كانت بداية المفاوضات مع طالبان. يعني هذا بمعنى أنها أدركت بأن حربها في أفغانستان ما تنجح. كما نسعها المحتلون السابقون. بأن الدخول في أفغانستان سهل، ولكن الخروج منها والبقاء فيها أيضا صعب. وصعب. لأن هناك شيء ظاهري للشعب الأفغاني وأرض الأفغانية، ولكن هناك الأشياء معقدة جدا في داخل أفغانستان. يعني حتى يصعب على الأفغان الذين يعيشون في داخل البلد أن يحلوا هذه المشاكل، خاصة الذين يأتون من الخارج. يصعب عليهم. يعني استمر هذه المفاوضات وقرروا في 2013 الانسحاب، و2014 قرروا موعد للانسحاب، ولكن هذا الانسحاب تأخر حتى انسحبوا في 2020. بعد وبشكل المهين الذي أشرتم إليه. دكتور حميد الله جويا، كما تفضل الأستاذ نصرة الله وقال عملية الخروج هي ربما المفردة، هي إخراج القوات الأمريكية من أفغانستان. رآها البعض بأنها تشبه لحظات تأميم قناة السويس في مصر عام 1956 عندما حررتها من الاحتلال البريطاني، وبالتالي انحدرت قوة بريطانيا العالمية. هل ترون دكتور حميد الله جويا أن قوة الولايات المتحدة انحدرت، وبالتالي انحدرت معها طبيعة العلاقة المستقبلية مع حلفاء واشنطن سواء كان في شرق آسيا أو غيرها؟ دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كل شيء تحية لكم ولضيوفكم الكرام وللمشاهدين. ولتصحيح المعلومة، أنا لم أحصل بعد على مرتبة الدكتوراه، ولكن أنا طالب في مرحلة الدكتوراه. إن شاء الله تنالها. ربي يحفظكم. نعم، تفضل أخونا الكريم. أمريكا لم تخرج، أمريكا أخرجت رغم أنفها. أمريكا سقطت عالميا مع فارق القياس موضوع تأميم قناة السويس أو ما يسمونه وإخراج أمريكا من أفغانستان. نعم، إذا نظرنا إلى النتيجة، أمريكا انتهت سيطرتها أو سلطتها أو غطرستها في العالم. يعني هي كانت تفكر أنها الوحيدة على الدنيا
أنه لا أحد يستطيع أن يقف ضدها أو يرفع علم في مقابلها، ولكن الشعب الأفغاني الحمد لله بمدد وتوفيق من الله استطاعت أن تكسر هذه أسطورة وهذه أكذوبة حقيقة. يعني أمريكا اليوم إذا رأينا ومشاكل داخلية وأكذوبتها، يعني حقيقة اليوم إذا رأينا قارنا الموضوع في غزة، هذه آخر رمق أمريكي في المنطقة تحاول تحتفظ بالكيان الصهيوني لأجل حفظ ماء وجهها ولأجل من يدافع عن مصالحها في المنطقة. نعم، هي انتهت حقيقة سيطرتها وسلطتها وراحت ماء وجهها، بغض النظر عن أن ترامب ماذا يقول ولا بايدن ماذا يقول ولا الهاريس ماذا تقول، ولكن حقيقة النقطة المشتركة في هذاك الأيام والآن أنه هذيك الإمبراطورية انتهت، والخوف اللي كان موجود وهما وخيالا انتهى من الشعب ومن الشعوب. وأيضا أمريكا الآن بينت وضعها الحقيقي أن هي حكومة هشة، وحقيقة هي لم تسيطر ولن تسيطر إن شاء الله على المنطقة بعد اليوم. دكتور محمد إبراهيم، أجدد الترحيب بكم. هناك من يتحدث أن الانسحاب الفوضوي هو الذي شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حربه على أوكرانيا. لو نناقش الانسحاب الأمريكي، هل كان فعلا الانسحاب غير مدروس وفوضوي دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل كل شيء التحية للضيوف وكذلك للمشاجعين الكرام وبالنسبة إليكم خاصة. حياك الله سيدي. فنعم لا شك في هذا. في الأصل ها هنا نقطتان يجب أن نشير إليها، وكذلك إلى خروج أمريكا أو إخراجها. ولا شك في هذا بأن قوة الطالبان أو قوة الشعب الأفغاني هذا قد أثر تأثيرا كبيرا في إخراج أمريكا، ولكن ليس فقط هذا. فأنا أشير إلى التفاصيل. فأولا يجب أن نشير إلى أن هل هذا الخروج، هل هذا هو كان فوضوي؟ فيجب أن هناك التمديد لهذه النقطة. هذا الخروج أو هذا الإخراج ما كان فوضوي قط. هناك الأمر الفوضوي هو في الأصل سيطرة الطالبان. هناك العالم وكذلك القوات العالمية، الولايات المتحدة وكذلك المشاركون لهذه الولايات المتحدة، هم ما كانوا يتوقعون سيطرة الطالبان بهذه الفجأة. فالأمر الفوضوي هو الذي يتوقع، الذي لم يتوقع من قبل الولايات المتحدة وكذلك ناتو وكذلك القوات العالمية الأخرى، هي سيطرة طالبان. حتى الدول المجاورة وحتى الشعب الأفغاني لم يتوقع سيطرة طالبان بهذه السرعة. فالأمر المفاجئ أو الذي نقول الأمر الفوضوي هو سيطرة طالبان بحمد الله تعالى ومنه. أما خروج أمريكا أو إخراج أمريكا كما أشار إلى هذا الفاضل الضيف الأول، بأنهم قد أرادوا منذ سنوات كثيرة الخروج عن أفغانستان، إلا أنهم كانوا في الأصل يريدون طريق الخروج الذي طريق الانسلال أو الانسحاب، هناك الذي يبقى به مياه وجه أمريكا. فحتى قد بحثوا عن قطر وكذلك هناك عن المفاوضات بين أمريكا وبين الطالبان في قطر. فالولايات قطر قد ساعدت في الأصل، ساعدت أمريكا كذلك وساعدت طالبان كذلك، ساعدت طالبان في إخراج أمريكا وساعدت دولة قطر في إبقاء بعض مياه وجه أمريكا. فهذا النقطة الأولى هي بأن الأمر الفوضوي هو في الأصل سيطرة الطالبان بحمد الله تعالى. أما خروج أو إخراج أمريكا فهذا كان مخطط منذ سنوات كثيرة. والأمر الثاني في هذا بأن خروج أمريكا قد لا شك في هذا، بأن هذا هناك قوة الطالبان وكذلك الشعب الأفغاني، لكن مع هذا هناك بعض الاستراتيجيات وكذلك بعض هناك
أصحاب الخبرة في أفغانستان وخارج أفغانستان يشيرون بأن أمريكا لأجل حصول هناك بعض هناك الأهداف الكبيرة قد اضطرت إلى هذا الأمر، مثلا هناك لإيقاف نفوذ الصين الاقتصادي وكذلك لإيقاف نفوذ روسيا، فهناك لأهداف أخرى مثلا الأهداف التي التي تتحصل عليها أمريكا هذه الأيام. طيب. هناك بمساعدة الكيان الصهيوني، فهذا أيضا قد سبب خروج أمريكا. لكن الأمر الأول، النقطة الأولى هي بالنسبة إلى الثانية هي موضحة جدا، ونقول بأن هذا الخروج كان هناك لأجل طالبان وكذلك قوى الشعب الأفغاني. أستاذ نصرة الله، العديد من أعضاء الكونغرس وصفوا هذا الانسحاب المذل من قبل الولايات المتحدة، انسحاب أغسطس عام 2021، قالوا واعترفوا بأنه فوضوي. ولكن السؤال المطروح هنا، هل أن الانسحاب أضر بمصالح الولايات المتحدة ومكانتها العالمية؟ تعتقد ذلك؟ أستاذ محمد، أنا أعتقد لو نعتبر هذا الخروج أو هذا الإخراج بشكل فوضوي، يعني أنا ما أعتقد أمريكا خرجت مرة واحدة وقررت وخرجت، كما أشرت في المقدمة الأولى بأن أمريكا أدركت أن بقائها بهذا الشكل في أفغانستان يعني تخسر كثير من الأموال والأرواح، يعني مهما استمرت ستخسر أكثر، فكانت تبحث طريقة الخروج. فطبعا جو بايدن جاء وحزم الأمر وانسحب. ويعني أنتم تعرفون يعني الانسحاب بدأ من 2014، بدأوا يسلمون المسؤوليات للجيش الحكومة السابقة، يعني هكذا رويدا انسحبوا حتى بقوا في قواعدهم. يعني حتى ترامب يشير أكثر من مرة يعني ويقول هذا الكلام، يعني كانوا يريدون أن ينسحبوا من أفغانستان ويحتفزوا بالقواعد العسكرية التي اتفقت مع الحكومة السابقة، يعني بهذا الشكل كما الوضع في العراق، يعني ويعني فقط كانوا يريدون انسحاب ولكن بقاء قواعد الأمريكية. الشيء الوحيد الذي هم لم يستطيعوا أن يحتفظوا بها هي كانت القواعد العسكرية، مثل قاعدة باغرام الجوية، يعني وما زال يعني يحاولون أن يسيطر على هذه القاعدة بشكل ما، إما بالتفاوض أم بأي طريقة من الطرق، يعني يحاولون. يعني هذه كانت طريقة انسحابهم، فأنا ما أعتقد أن خرجوا بشكل فوضوي، ولكن هناك خرجوا أو أخرجوا ولكن كانوا يريدون أن يحتفظوا بالقواعد، هذه القواعد ما استطاعوا أن يحتفظوا، فخرجت أفغانستان كلها من سيطرتها. طيب أستاذ حميد الله جويا، يعني لو ناقشنا عن موضوع مهم جدا وهي طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وطالبان، الولايات المتحدة ربما تعتبره حليفا أو ربما تعتبرها عدوا، ولكن لا يمكن المساس به في الوقت الحاضر. كيف ترون مستقبل العلاقة ما بين الولايات المتحدة وطالبان التي تحكم الآن أفغانستان؟ هذا الأمر يبقى لأمريكا، سواء ما تفكر فيها كعدو أو كحليف غير مهم، ولكن في الحقيقة الأمر الآن الحروب تقريبا اتجهت نحو حروب اقتصادية، وأمريكا لها مصالح في المنطقة ولها حليفي قويين، حليف في الاقتصاد الصين الأولا ونوعا ما روسيا، والصين في جيرة أفغانستان، وروسيا تقريبا عن طريق تاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان، يعني جارة أفغانستان، لأن هذه دول ثلاثة أيضا تحت سيطرة روسيا. فأمريكا مهما حاولت في النهاية هي مضطرة أن تحسن علاقتها
مع الإمارة الإسلامية بأي طريقة كما تفضل أخونا، بالمفاوضات أو بأي طريقة أو بالوساطة، فهي مضطرة أن تبقى على العلاقة مع أفغانستان، وإلا ستفقد المنطقة وستفقد مصالحها في المنطقة. وحليفها الأساسي أيضا باكستان موجودة في جيرتنا، وأيضا موضوع المعادن، يعني هذه الحروب للسيطرة على المعادن، حضرتكم تعرفون لأنه الليثيوم واليورانيوم هذه من أهم مواد الموجودة في أفغانستان، غير البترول والغاز. فهذا إذا تركت وانسحبت أمريكا بكل معنى الكلمة، فتبقى هذه الخيرات فقط للصين ولروسيا. فأمريكا مهما تكون، إما عن طريق الوكلاء إما عن طريق الوسطاء، تريد أن ومجبورة أن تكون لها محل في أفغانستان، ولكن أحسن لها أن تحسبها حليفة أو صديقة الإمارة الإسلامية في أفغانستان، وتحتفظ بماء وجهها اللي ما بقي له ماء وجه، ومصالحها الاقتصادية عن طريق التجارة والمعادن وإلى آخره. في سؤالي القادم أريد أن أسألك دكتور حميد الله ما بين العلاقة ربما التي تحكم الآن وطبيعة العلاقة ما بين حركة طالبان في أفغانستان وبين إيران، ولكن دعني أذهب إلى الدكتور محمد إبراهيم. دكتور محمد، تكلفة الحرب في أفغانستان يعني تخطت التريليون دولار، هناك مقتل أكثر من 2400 جندي أمريكي فضلا عن 3943 متعاقدا حكوميا منذ بدء القتال عام 2001 وحتى توقيع اتفاق السلام عام 2010 في نهاية فبراير. بعد كل هذه الخسائر الكبيرة التي منيت بها الولايات المتحدة، لماذا تخلت عن أفغانستان بكل هذه السهولة والأريحية دكتور؟ هذا قد أشرت إليه هناك في المكالمة السابقة، وقد أشار إلي إخواني الفاضل بأن أمريكا لم تخرج. هذا السؤال، لو كان أمريكا قد خرجت بمشيتها وكذلك برضائها، أما الآن فقد أخرجت. فأنت كما عددت بهذا التريليونات وكذلك بهذه التضحيات الروحية، التضحيات المالية وغيرها، حتى لو أمريكا لم تخرج وتبقت في أفغانستان، لا هناك هذه الخسارات، لبهظت هذه الخسارات. فهذه الخسارات لم تتوقف على هذا، بل هذه الأعداد وكذلك هذه هناك الأرواح ممكن أنها ستكون، لو كانت أمريكا في أفغانستان متزعفة، وكذلك بإضافة هذه الأعداد من الأرواح وكذلك من النقود وكذلك من الأموال، الفشل الأمريكي كان يزداد. فتجنبا عن أن يكون الفشل أكبر مما كان الآن، فهذا قد سبب خروج أو إخراج أمريكا. فلو تبقت أمريكا حتى الآن، فهذا العدد من التريليونيات وكذلك من التضحيات الروحية كانت متزايدة. ففي شان أمريكا كان أن تخرج في أي وقت، لما أنها عرفت بأن هناك طالبان كذلك من الشعب الأفغاني، حصة من الشعب الأفغاني، ليس هناك قوة خارجية هي تحارب في أفغانستان. فهناك هي قد عرفت أخيرا بأن أفغانستان حركة طالبان وكذلك الشعب الأفغاني كجسد وروح واحد. فهناك لم يتبقى لأمريكا هناك هدف مخصوص أو هدف ممكن أن نسمي في الإنجليزية specific target. فلأجل هذا، لما أنها تعرفت بأن الطالبان هو جميع الشعب الأفغاني، وما كانت مستطاع أمريكا هناك الحرب ضد جميع الشعب الأفغاني، فهذا قد سبب خروج أمريكا بهذه السهولة. وممكن أن نقول أن أمريكا قد خرجت بسهولة، لما أن هناك في الأوان الأخير هي لم تسبب خسارات باهظة في حق طالبان، وهي قد خرجت وأبقت أفغانستان وكذلك أساسة الأفغانية وكذلك الطالبان والشعب الأفغاني بدون إصابة أي ضرر هناك في نفس الوقت، وحتى قد تركوا شيئا من المال وكذلك بعض الانتصارات
للقوات الأفغانية، فأمريكا هي قد خرجت بهذه السهولة لما أنها كانت ترجو القوات الأفغانية بأنها تحارب ضد طالبان وراء أمريكا. وكذلك في نفس الوقت صعد هناك رئيس وزراء، بل رئيس أفغانستان أشرف غني، أشرف غني. قد نعم أشرف غني قد ساعد الطالبان أيضا، وقد ساعد الشعب الأفغاني أيضا، طيب بأن دكتور أشرف غني قد انسحب في نفس الوقت مباشرة، وهذا أيضا قد سبب سهولة سيطرة الطالبان. طيب أستاذ نصر الله، نشر البيت الأبيض وثيقة سماها وثيقة الدليل الاستراتيجي المؤقت للأمن القومي. جاء في هذه الوثيقة، دعني أقرأ لك هنا، تقول هذه الوثيقة إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنخرط أو ولن تشارك في حروب إلى الأبد كلفت أرواح الآلاف من الجنود وكلفت تريليونات الدولارات. في هذه النقطة، من الذي يضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى ملاذا للهجمات كما وصفتها الولايات المتحدة، للهجمات الإرهابية ضد بلادها أمريكا؟ من الذي يضمن في ذلك؟ أستاذ محمد، حقيقة أفغانستان لم تكن ملاذا للإرهاب سابقا، يعني حتى يعني أمريكا دخلت أفغانستان واحتلت أفغانستان لأجل مصالحها، وسمت هذه الحرب حرب على الإرهاب. وفي ذلك الوقت يعني مصالحها كانت تقتضي أن تدخل عسكريا أفغانستان، وهذه الحرب كلفتها يعني كثيرا، فما تريد أن تبدأ حربا جديدا في أفغانستان. والحرب يعني وتعلمت من حرب العشرين سنة أن أفغانستان ما أحد يستطيع أن يحصل على مرادها بالحرب. يعني هذا درس كبير أخذت روسيا قبل أمريكا، وأمريكا أخذت بعد روسيا. وأفغانستان لا أحد يستطيع أن يتعامل معها عسكريا أو يسيطر عليها عسكريا. فهذا أفغانستان أثبتت أكثر من مرة، يعني 3 مرات في القرن الأخير. فهناك تغيير في استراتيجيات خاصة أمريكا، وأمريكا لا تريد أن تخسر أفغانستان، وتحتاج إلى أفغانستان إلى جغرافيا وإلى يعني مواردها الطبيعية وكثير من الأشياء. وتريد أن تبقى أفغانستان حليفة لأمريكا. لأجل هذا يعني ما تريد أن تبدأ حربا. وكذلك المنطقة حاليا الجميع يريدون الاستقرار في أفغانستان. يعني هذا نوعا ما يعني بالنسبة لنا ميزة جيدة، أن نستفيد من هذه الفرصة ونقوي أنفسنا ونبني دولة وحكومة وشعبا كي نواجه أي يعني مشاكل الخارجية التي تأتي إلى أفغانستان. ولكن أمريكا حاليا لا اقتصاديا ولا الحروب الموجودة كما أشار إخواني، حرب أوكرانيا وحاليا الحرب يعني مؤثرة على العالم كلها حرب غزة، أمريكا ما تفكر بهذه الأمور نهائيا، ولكن في المستقبل نترك هذا الأمر للمستقبل. المستقبل. طيب دكتور حميد الله جوية، توقفت معكم عند هناك اختلافات عقدية ما بين أفغانستان وإيران، كيف ترى طبيعة العلاقة المستقبلية بين إيران وأفغانستان، خاصة أنه تقريبا قبل سنة كانت هناك مناوشات على الحدود ما بين أفغانستان وإيران؟ هناك من يتحدث عن أن ربما صفقة قد تمت ما بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وهو ربما التصدي أو إبداء نوع من المناوشات ما بين أفغانستان وفي ما بين أفغانستان وإيران. ما مدى دقة هذا الطرح دكتور؟ أستاذي الكريم، لو قبلنا بتعبير أن هناك اتفاق بين أمريكا وطالبان على المناوشات، هذا تعبير غير صحيح، لأنه هذا لا سمح الله كأنه طالبان صاروا عملاء لأمريكا وهي تنفذ
مآرب وطلبات أمريكا في المنطقة. لا، هذا غير صحيح وغير ممكن. والإمارة الإسلامية الآن سياستها أنها تكون مشاكلها تصل إلى نقطة الصفر مع الجيران. مشكلة ليست في الإمارة الإسلامية، لعله مشكلة في جيراننا، لأنه أفغانستان، مياه أفغانستان كلها تذهب إلى إيران وإلى باكستان وإلى دول الثلاثة، تركمانستان، أوزبكستان وتاجيكستان. وهذه الدول أيضا لا تريد أن تخسر هذه المياه، يعني بغض النظر أنه لا يهمهم هل أفغانستان يبقى عطشانا والزراعة تبقى هكذا والأراضي ناشفة، ولكن مهم يعني هناك مدينة مشهد المقدس هو من مياه أفغانية، وفي طرف باكستان وفي طرف ثلاثة دول أخرى. فهذه المناوشات ممكن تحدث، ولكن ممكن تصل الدول الجوار تحاول أن تصل إلى نقطة أنه يفاوض الإمارة الإسلامية للحصول على أكثر ما يمكن من حصتهم من المياه. والآن الحروب، حروب الاقتصاد وحروب المياه في المنطقة، وبعد هذا التغيير المناخي وعدم وجود الثلوج والأمطار الموسمية بالطبيعة الأساسية، تغير الوضع والمناخ. فالآن ليس طالبان هم من يريد، أو ليس الإمارة الإسلامية هم من هي من تريد المناوشات. إذا تكون مناوشات تكون المشكلة من طرف ثاني. لماذا؟ لأن الدول الجوار تعودوا خلال 20 عام أو خلال 45 سنة أن يتقدموا في الحدود ومترا ومترين وعشرة أو كيلو، لأن الشعب الأفغاني كان منشغل في الحروب، سواء كان حروب وصراعات داخلية، سواء كان مع المحتلين. فلم يكن لديهم إمكانية أن يدافع عن حدودهم. فالآن عندما يرون قوات الإمارة الإسلامية أنه في منطقة الفلانية جارنا الفلاني تقدم، فإلا ما يكون هذه المناوشات يا أخي ارجع إلى محلك، ارجع إلى مكانك. ولكن الجيران لعلهم يستغلون هذه النقطة للجلوس على طاولة المفاوضات على النقطة الأساسية وهي المياه. وإلا الإمارة لا تريد، وإمارة لا تحارب حرب الوكالة أو سميهم ما شئت لصالح أمريكا. دكتور محمد إبراهيم، تقول واشنطن أن الهدف من حرب في أفغانستان هو القضاء على تنظيم القاعدة، وتقول أيضا الولايات المتحدة إنها حققت ذلك إلى حد كبير. ولكن هل أدركت الولايات المتحدة بعد كل هذه السنين من الحرب أن حركة طالبان هي جزء من المجتمع الأفغاني، وبالتالي لا يمكن القضاء عليها من الناحية العسكرية؟ نعم، وقد أريد أن أشير إلى النقطة الأولى في السؤال، بأن أمريكا كانت في الأصل تبحث عن القاعدة في أفغانستان. في الأصل هذا فقد هي كانت حيلة ومكر لأمريكا في الانسلال إلى أفغانستان. فقد انسلت أمريكا بهذه الحيلة وهذا المكر، لما أنها كانت تحتاج إلى مكر أو حيلة ما للتقديم إلى الولايات المتحدة. فالقاعدة في الأصل هناك جذر القاعدة ما كانت في أفغانستان. نعم، ممكن بعض القاعدة كانت في أفغانستان، وكذلك في هناك دول الخليج، وكذلك في باكستان، وكذلك في بعض هناك من الهند، وكذلك في الدول المختلفة من إيران وغيرها. فلماذا قد هناك قد استهدفت أفغانستان وحيدة لهذا الهدف، ولماذا قد جرى هذه الحرب إلى سنوات عديدة طويلة، مع أن هذه العملية كانت هناك عادة عملية تكون لستة أشهر أو لسنة أو سنتين أو 3 سنوات على الزيادة، فلماذا امتد هذا إلى 20 سنة؟ فقد هذه كانت حيلة. والأمر الثاني، نعم قد أشرت إليه هناك في جواب السؤال السابق في الأخير، وحتى هناك منذ سنوات عديدة هناك قد جرى بعض الاشتباكات بين الشعب الأفغاني وكذلك بين العساكر الجيوش المحتلة. فهذا نعم، وهذا وكذلك هذه المناوشات وكذلك هذه الحروب على هناك على صعيد بسيط قد سبب، وقد هذا قد أظهر أمام جميع أنباء الوكالات وكذلك أمام أمريكا بأن هناك قوة طالبان ليست وحيدة بل الشعب الأفغاني.
حتى هناك بعض العساكر الأفغاني قد هناك قد نشرت بعض الأخبار بأن بعض العساكر الأفغاني الذين يسمون بملي أردو في أفغانستان هم قد حاربوا ضد الجيش المحتل. فهذا وكذلك هناك سلوك وسيرة للجيش الأفغاني قد سبب هناك بما أن طالبان وكذلك الشعب الأفغاني كجسد وروح واحد. أستاذ نصرت، هناك من يرى أنه لابد من الولايات المتحدة أن تطوي صفحة أفغانستان وتتركها لشأنها مع غياب أي مصالح حيوية أمريكية، ولكن هذا السؤال ربما فيه نوع من التفخيخ. هل نفهم من ذلك أن الولايات المتحدة تركت أفغانستان لقمة سائغة بيد منافسيها في المنطقة مثل إيران أو الصين أو روسيا؟ هل هذا وارد أستاذ نصرت؟ أستاذ محمد، كما أشرت سابقا أمريكا أخرجت من أفغانستان رغم أنفها. طيب، ما تريد أن تخرج بهذا الشكل، وما تريد أن تخسر القواعد العسكرية الموجودة في أفغانستان، وحاليا ما تريد أن تخسر أفغانستان، ولا تستطيع أن تترك أفغانستان لمنافسيها، لا للصين ولا لروسيا ولا لإيران. ولا لإيران. طيب، وهذا هو السبب الرئيسي. ما زالوا يفكرون كيف يمكنهم أن يفاوضوا مع الطالبان ويجدوا حلا غير عسكريا. طيب، أن يصبحوا حلفاء مع بعض، يعني يعطون شيئا ويأخذون شيء بهذه السياسة. يعني حتى ترامب أكثر من مرة في حملاته الانتخابية قالت يعني إذا رجعت إلى الحكم، نعم، سوف أخذ القاعدة العسكرية باجرام. نعم، يعني طبعا لا تستطيع أن تأخذ بقوة، ولكن تحاول أقل شيء أن يعني لا تترك طالبان وتسمح لهم، نعم، ولا تسبب لهم مشاكل، لا تواجههم، ولكن أقل شيء لا تستخدم أفغانستان ضد مصالحها، كما هو في الاتفاقية في الدوحة، لا تستخدم الرادة الأفغانية ضد مصالح الأمريكية. يعني ربما هذا منها، يعني لا تستخدم أفغانستان ضد مصالح أمريكية، مثلا في منافسة بين الصين وأمريكا، في منافسة بين روسيا وأمريكا، وخاصة إيران وأمريكا. يعني أنا أعتقد أمريكا تحاول مباشرة عن طريق الوسطاء وحتى عن طريق بعض الأطراف الأفغانية المؤثرة في القضية الأفغانية، أن تكون يعني أمريكا أفغانستان تبقى أفغانستان حليفة أو لا تبقى أفغانستان عدوا. نعم، لأمريكا. دكتور حميد الله جويا، يعني إدارة الرئيس بايدن ترفض الاعتراف بالنظام الجديد في كابول، وأيضا ترفض التعامل المباشر معه. الرئيس السابق دونالد ترامب قال في خطاباته المتكررة أنه لو بقي رئيسا لفترته الثانية للولايات المتحدة، يقول لما شهدنا فوضى ومهانة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. كيف في حال فوز ترامب في هذه الانتخابات القادمة، كيف ترى مستقبل العلاقة ما بين الإدارة الجديدة ترامب الجديدة القديمة وما بين حركة طالبان في أفغانستان؟ أستاذي الكريم، إذا نظرنا إلى التاريخ الانتخاباتي للأمريكا، دائما في أيام الانتخابات هم يثيرون مشاكل الخارجية في أمريكا، يعني من خارج أمريكا. ممكن أيام أوباما لفوزه كان هناك اللعبة أو تمثيلية قتل أسامة بن لادن أو إلى آخره، أنتم تعرفون هذه المواضيع. هذه اللعبة أمريكية كل سياسي يستعمله لصالحه. ما هو أساسا ترامب بدأ بالانسحاب، هو بدأ في وقته، هو أعلن، ولكن كمله بايدن. أما السياسة الخارجية الأمريكية ليس لا بيد بايدن ولا بيد ترامب، هناك دولة عميقة هم يسيرون الأمور، كيف يتعاملوا ومع من يتعاملوا وكيف يكون أمورهم. أما بالنسبة لكلامهم، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. نعم، أمريكا كما تفضل الإخوة، أمريكا بحاجة إلى العلاقات
وبحاجة إلى الجلوس مع الإمارة الإسلامية في أفغانستان، لأن مصالحهم موجودة ولازم يكون لهم دور في المنطقة ولهم منافسين في المنطقة. أما يأتي فلان ويعترف أو لا يأتي فلان ولا يعترف، هذا أظن كله كلام فاضي. هناك أمور تحت الطاولة، عندهم أهداف ثانية. يعني الآن أنا أقول بكل صراحة، إذا روسيا أو الصين بدأت بالاعتراف، فأمريكا ستبقى خارجا، ستتقدم. قبل فترة حينما ميديفديف قال نحن نريد أن نقرب العلاقات مع طالبان، فأمريكا عملت حركة لعلكم انتبهتم له مباشرة بعد يومين، ظهرت بعض النتائج المرونة ضد بعض القيادات الخط الأول في الإمارة الإسلامية. فهم يكذبون، يعني هذا كلام، هذا كما يقولون، هذا لبيع المنصات الانتخابية. طيب دكتور محمد إبراهيم، في بنود اتفاقية الدوحة هناك بند مهم ما يتعلق باتخاذ إجراءات غير محددة لمنع طالبان لبعض الجماعات منها تنظيم القاعدة من استخدام الأراضي الأفغانية، وبالتالي تهديد الولايات المتحدة بعد 3 أعوام من سيطرة حركة طالبان على أفغانستان. هل تعتقد أن الحركة ملتزمة ومتمسكة بتطبيق بنود هذه الاتفاقية؟ نعم، بكل صراحة هناك الطالبان أو الإمارة الشرعية في أفغانستان هي لم تسمح لأي قوة خارجية، قوة إرهابية حتى الآن، أن يكون هناك أن يستخدم أو الأراضي الأفغانية تستخدم ضد أي دولة، ضد الدول هناك الدول القريبة أو الولايات المتحدة أو البلدان النائية. أما يجب أن يتوضح حول القاعدة أو حول الطالبان أو حول الجماعات الأخرى المحببة بالنسبة إلى طالبان أو بالنسبة إلى الشعب الأفغاني، بأن لو حتى طالبان لو مكنوا هناك سكونة أو مكنوا في أفغانستان تلك القوات، إلا أنها لا تجيز قط هناك كسر أو كسر هناك القوانين أو الاتفاقية المدونة في دوحة وقطر. فالأمر على ما قلتم، وحتى الآن الطالبان يعملون عملا متواصلا على هناك حسب الاتفاقية والبنود الجارية، البنود العامة الشاملة في اتفاقية الدوحة قطر وأفغانستان، لم والطالبان لم يسمحوا أي قوة استخدام ضد الدول المجاورة وكذلك الولايات المتحدة والدول الأخرى. طيب أستاذ نصرة الله، بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك الوقت، يعني مضى سريعا معكم حقيقة، شكرا جزيلا لكم. منذ إخراج الولايات المتحدة من أفغانستان حتى هذه اللحظة لا وجود لأي دبلوماسي أمريكي على الأراضي الأفغانية، إلى ما يؤشر ذلك؟ يعني كما أشرنا سابقا، أمريكا أخرجت من أفغانستان وانسحبت بشكل كامل وقطعت علاقاتها مع أفغانستان والحكومة الجديدة للإمارة الإسلامية. يعني هذا بمعنى يعني لا يوجد حاليا أي شيء رسمي. نعم. يعني لا يوجد هناك يعني الذهاب والإياب وتبادل الدبلوماسيين بين أفغانستان وبين أمريكا في أرض أفغانستان. طبعا هنا حصل يعني مفاوضات وتبادل جلسات بين الدبلوماسيين خارج أفغانستان، مثل دوحة وقطر ومثل هذه. يعني هذا بمعنى يعني حاليا لا وجود لأمريكا في أفغانستان لا عسكريا ولا دبلوماسيا. دكتور حميد الله، كيف تتوقع مستقبل أفغانستان تحت حكم طالبان؟ هل يعني ربما ستكون أفضل من حكومة أشرف غني مثلا أو حكومة حميد كرزاي؟ هل أن أفغانستان ستكون في مأمن ربما من الأمور التي تحدث في العالم من حروب وصراعات، تعتقد ذلك؟ وإن شاء الله هذا أملنا، أن يكون الإخوة في الإمارة
حتى الآن كما رأينا مع كل المشاكل والحصار الاقتصادي وعدم الاعتراف بالإمارة الإسلامية في أفغانستان، حركة الطالبان أو الإمارة الإسلامية استطاعت أن تؤمن الأمن في أفغانستان مستتب، وفرقه مع حكومات الماضية أنه لا حروب لا نزاعات، الفساد الإداري انتهى إلى حد ما. طبعا الفساد موجود بوجود الإنسان أينما كان، ولكن ممكن نقول فوق 90% الفساد الموجود في أيام أمريكا وأيام كرزاي وأشرف غني، الآن لا يوجد هذا الفساد في البلد، فساد الإداري، فساد مالي، ماذا شئت سميه. وأيضا الأمن، والآن بوحدك تستطيع أن تمشي من شرق أفغانستان إلى غرب أفغانستان، يعني هذا مع أنه في ضمن الحصار وضمن المشاكل الاقتصادية استطاعوا أن يقفوا برجليهم إلى الآن. أنا أعمل والأمل بالله كبير، إن شاء الله إذا انفتحت الأمور الاقتصادية والتجارية ستكون الأوضاع نحو أحسن. وعلى سبيل المثال قناة قوشتيبة الزراعية ما يشبه قناة السويس الآن اقترب إلى اكتماله تقريبا، وهناك إعمار، يعني الشوارع كانت تبنى في أفغانستان اليوم يبنى بعد شهر أو بعد شتاء واحد تدمر من أول جديد، ولكن الآن بني وبناء أساسي، وهناك في البنية التحتية ما رأيناه على أرض الواقع. أملنا أن يكون الأمور نحو الأحسن، وإن شاء الله بحنكة سياسية من قيادة الإمارة دكتور يستطيعوا أن يحفظوا حالهم ويخرجوا من المشاكل المنطقوية. دكتور محمد إبراهيم، بدقيقتين لو تفضلتم بذلك، هل ستعود الولايات المتحدة من الشباك بعد الخروج المذل لها أو إخراجها المذل والمهان من الباب الأفغاني؟ هل ستعود من الشباك تعتقد ذلك؟ بدقيقتين لو تفضلت. ليس ممكن قط، والمفرور لا يعود قط. نعم، لن تعود الولايات المتحدة من الشباك. لا، لن تعود قط، وقد قلت بأن المفرور لا يعود إلى المكان السابق قط. وهذه هناك في الأصل قد تلقنت الولايات المتحدة درسا لم تتلقن أي دولة محتلة في أي دولة أخرى، فلا يتوقع ولا يرجى الآن هناك أي قوة خارجية عالمية الاحتلال في أفغانستان، وإن شاء الله تعود أفغانستان تحت الإمارة الشرعية ظاهرا باقيا رائعا إن شاء الله. أنا أشكرك مشاهدينا، ضيوفنا كان معنا عبر سكايب الباحث في الشأن الأفغاني الدكتور حميد الله جويا. دكتور حميد شكرا جزيلا، ونتمنى أن تنال شهادة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف إن شاء الله. وكان معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث في شؤون شبه القارة الهندية الدكتور محمد إبراهيم خليل الطوخي. دكتور محمد شكرا جزيلا لكم. وكان معنا في الاستوديو الباحث في الشأن الأفغاني الأستاذ نصرة الله ظهير أمين. شكرا جزيلا أستاذ نصرة الله، وحللت ضيفا في قناة الرافدين. شكرا جزيلا، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.